ذكر بكلمة يا لطيف. يا أيها الأحباب، الذكر عبادة ولا حاجة تانية؟ ها؟ بل هي أرقى العبادات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون، سبق المفردون. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكر. فإذا كان الذكر عبادة فلا بد أن نتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنواعا من الأذكار، والله ما نستطيع نأتي بها كلها، ما نستطيع. فلماذا نترك ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لنا وهو أفضل الذكر بلا شك، فنلجأ إلى ما كتبه فلان أو فلان من الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله قال: من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة. قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. اللي بيقول 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب. الرقبة أيها الإخوان تدرون كم تعدل؟ تعدل صيام 2 شهر متتابعين، وتعدل إطعام 60 مسكين. يعني حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كأنما أعتقت كم؟ إذا قلت 10 مرات أعتقت 4 رقاب، مش كده؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. معناه صمت 8 أشهر، معناه أطعمت 240 مسكين، مش كده حسن؟ أنت تاجر يا أخي أحسب كويس. فكأنما أطعمت 240 مسكين. ومن قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وأعظم من هذا كله قراءة القرآن، فهي أفضل الذكر. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.